في مع التشكيلي لاحظنا الاشتغال ديالك على الفن بورتري الشخصيات وكذلك العالم التجريدي ديال الطبيعه وداك الشيء. كيفاش يمكن العالم ديالك انت علاش كترسم؟ كنرسم توجه الشخص، كل انسان خدم شي واسع خيال واسع بحال نعم. وبالنسبة للأدوات اللي كتشتغل عليهم، واش كتشتغل دير لوحات زيتية ولا كدير غير الترميد كل مرة؟ يعني كل مرة كتشتغل بطريقة أخرى؟ كنخدم بيد الكحل. كتفضل تخدم على يعني نعم. وشنو هي الميزة ديال اللي يمكن تقول للناس اللي بغاو يعرفوا التجربة ديالك في الفن التشكيلي؟ فاش بديتي ترسم فيها؟ من صغر. من صغر كيعجبك الرسم بزاف؟ نعم. عمرك شاركتي في شي معارض؟ معارض فنية؟ أول معرض هو هذا. كيفاش جاتك المشاركة في هذا المعرض هذا؟ نعم، المشاركة مع الفنانين التشكيلي أول مرة. يمكن تطور التجربة ديالك، شوف الجمهور كيفاش كيشوف. خدمت في المدرسة، يعني كنقدم العروض في المدرسة في نفس المدرسة، أما في معرض يعني بحال هذا ما. فنانة وشاعرة تشكيلية مسعودي نجود المسعودي. اللوحات ديالك الموضوعات اللي كتشتغلي عليهم في اللوحات ديالك؟ انا كنركز على الطبيعة وعلى داك الشيء ديال الذات، شي حاجة روحية وشي حاجة الخيال. من خلال اللوحات ديالك لاحظنا انك كتشتغل على تاع البورتري وكتشوف عندك حاضر العالم ديال الطبيعة بشكل انت كيعجبك العالم يعني روحاني كما قلت، يعني عوالم فلسفيه روحيه الانسان العلاقه ديالو مع الطبيعه وليش. من خلال الادوات اللي كتشتغلي عليها، الادوات اللي كتشتغلي بها؟ الادوات عاديه ديال الرسم، شيتا صبيغه اللي كتستخدم الالوان الزيتيه. كتستعمل الالوان الزيتيه؟ كنخدم حتى بالالوان عاديه وكنحط الاقلاع عادي قلم رصاص. لوحات مسعودي هي شخصيات وكذلك عالم طبيعة. لوحات معروضة. بالنسبة للمزج بين الشغل على التشكيل والشعر، هو كيختار مع بعضياتهم لأنهم كلهم كيخدموا على يعني الخيال، كيخدموا على أدوات يعني الألوان، يعني كاين موضوعات كتقارب، يعني شنو هي العلاقة بالنسبة لك اللي كتس ولا كيفاش كتشتغل انت ما بين التشكيل وما بين انا اي حاجه عندها تشكيل غداء الروح كتعجبني. اي حاجه فيها الفن، اي حاجه فيها الابداع عندي ما كنعمل حتى المسرح وكنكتب حتى سيناريوهات وكنخدم بزاف. نعم، من التكامل ديال الابداع لانه كنت كيشتغل على الخيال، كيشتغل على موضوعات يعني فكريه وكذلك اجتماعيه، فالفن هو اسلوب الحياه. بالنسبة لهذا واخذوا على حساب بورتري من الواقع مرسوم على شكل هندسة. بالنسبة لهذا البورتري يعني كاين شي حاجة من الخيال كاين شي حاجة من الواقع. إذا الملاحظ هو أنك تشتغل على فن بورتري، وفن البورتري هو أنك كيف تنظر إلى الأشياء، كيف تنظر إلى الأشخاص، كيف يعني هو تستعمل فيها الخيال إلى آخره، هو رؤية للأشياء. يعني إذا شنو كيميز يعني في التجربة ديالك؟ التجربة ديالك كاين حاجة ديال الخيال كتكون الخيال شي حاجة زوينة خلي اللي كيفهمها، اما بالنسبه ديال البورتري كيفهم الواقعيه الحسيه كيفهم كيتشوف كيعرف شنو فيها. نعم، ولاحظنا بان رسمتي بورتري ديال الحيوانات وكذلك بالنسبه للاشخاص. كتشتغل على الاشخاص وعلى الحيوانات؟ كنشتغل على كل شيء. وبالنسبه كذلك عالم ديال مدينه قديمه والتراث ديال هذا، لان التراث ديالها زوين ولكن الماتريال اللي ما كاينش لا تكون شي حاجه تكون زوينه. اذا المشكل اللي عندكم هو ديال الادوات، يعني بالنسبه للمواد اللي غتشتغلوا عليهم الامكانيات الماديه هي اللي ما كتسمحش للفنان باش يطور التقنيه ديالو يطور العمل ديالو. والمشاركه ديالك في المعارض؟ المعارض ممكن نفرض الوجود ديالنا في المعارض. اذا محمد العسري فنان شاب واعد باعطاء رونق للريشه وكذلك لابداع التشكيل في مدينه العرائش.